الحرية أثرها واضحة للجميع في مزارعنا ومصانعنا وشركاتنا ومشروعاتنا، وكمان ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، شريكة للرجل اللي هو في الأصل أعظم استثماراتها وهديتها للحياة. الإضاءة هي هتبقى مصدر كل حاجة في الكون. فرشنا فنادق إيه؟ احكي لنا كده. فرشنا فنادق مصر. بنيجي بقى بالليل نقعد مع بعض نحكي كل واحد عمل إيه، قصص أنا عملت كذا وكان عندي. كويس جدا ليه. بسمع وبقول كمان، يعني ما أنت لازم تحكي لهم عشان هم يحكوا. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان، اللي بنحاول من خلاله في شهر رمضان المبارك أننا نقدم لحضراتكم قصص نجاح حقيقية لسيدات مصر، وبجد كلهم مذهلين. النهاردة بطلة حكايتنا هي السيدة رشا مجدي عبد المنعم، رئيس مصنع ستايل تيم للإضاءة في مدينة السادس من أكتوبر. المصنع مساحته 11,000 متر، وهو أول مصنع في مصر لتصنيع وحدات الإضاءة من الإبرة للصاروخ. خليكم معنا. رشا مجدي عبد المنعم إبراهيم هي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستايل تيم المتخصصة في تصنيع وحدات الإضاءة لأفخم وأشهر الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم الكبرى ودور العبادة الضخمة في مصر والوطن العربي، يعني إضاءات غرف الفنادق والممرات وقاعات الاجتماعات والأفراح ومناطق الاستقبال وساحات الصلاة وغيرها، وكمان الأباليك والأباجورات ووحدات الإضاءة الذكية والإكسسوارات المضيئة وغيرها من الأفكار الخاصة بالإضاءة. وخلي بال حضراتكم، رشا مجدي عبد المنعم تخرجت في الجامعة الأمريكية تخصص إدارة أعمال، والنهاردة هي مسؤولة عن تسويق أكتر من 1500 موديل وحدة إضاءة جديدة بيبتكروها سنوياً بجودة وسعر منافس جداً للمستورد، وبينتجوا منها سنوياً في مصنع ستايل تيم حوالي 24,000 وحدة إضاءة، وكلها محجوزة مسبقاً لأن أفكارها جديدة ومختلفة. مصنع ستايل تيم أسسه من حوالي 61 سنة الدكتور المخضرم مجدي عبد المنعم إبراهيم، أستاذ التصميمات الصناعية بكلية الفنون التطبيقية، ربنا يديله الصحة، عملاق تصميم وتصنيع وحدات الإضاءة والنجف بمختلف أحجامها وأشكالها، ونجح في نقل شغفه بالصناعة لنجلته رشا بطلة حكايتنا النهاردة، واللي كان دايماً بيبقى حريص على تواجدها معاه في المصنع حتى وهي طفلة، أصلها بنته الوحيدة. وبالمناسبة في مصنع ستايل تيم بيستخدموا كل الخامات في التصنيع زي الحديد والنحاس والخشب والاستانلس والقماش والزجاج والرزن والخيوط والبامبو والرتان والقش وغيرها من الخامات اللي بتدخل مصنع ستايل تيم، وبتخرج منتج نهائي مذهل وشديد الرقي. تعالوا نقابل رشا مجدي عبد المنعم إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستايل تيم، واللي تعتبر وحدات الإضاءة اللي بيصنعوها هي الأفضل والأجمل والأدق صنعاً في الوطن العربي. وبالمناسبة هم بيمتلكوا في مصر 5 فروع لبيع مختلف أنواع الإضاءة
للمستهلك النهائي، ومكانها في مدينة الشيخ زايد ومدينة نصر والدقي ومدينة السادس من أكتوبر وكمان في محافظة الأسكندرية. السيدة رشا مجد عبد المنعم إبراهيم، حضرتك نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستايل تيم. إحنا مصانع متخصصة في تصميم الإدارة. مظبوط. نشأت الصناعة إمتى؟ بدأناها إزاي؟ خلي بال حضرتك أنتم من المصانع القليلة جدا في مصر المتخصصة في هذا المجال. إحنا بدأنا، الوالد طبعا هو اللي أنشأ المؤسسة أو الشركة بتاعتنا، إحنا كذا شركة. دكتور مجد عبد المنعم. دكتور مجد عبد المنعم طبعا. خبير التصميم الصناعي. بالظبط كده. صحيح. الوالد أستاذ في كلية فنون تطبيقية، كان طبعا عنده حس فني عالي جدا، فابتدى يعمل تصميمات لفنادق. أنا فاكرة كان أول مشروع اتعمل في شيراتون القاهرة، كان كل الحاجات موجودة بستايل فرعوني بس ستايل جديد، يعني أباجورات معمولة مثلا على شكل زهرة اللوتس، كلها كانت معمولة بروح عصرية. بروح عصرية بالظبط، وألوان طبعا الفرانة كان دايما عندهم الألوان المبهرة، التركواز والأخضر والحاجات دي. طبعا عملت طفرة إنه مفيش أصلا منتجات فيها الطابع المصري ده، وانت عندك حضارة، يعني بتتكلم في حضارة 7000 سنة. حضارة حضارات لا، والحضارة بتاعتنا علمت الناس الذوق، فالمصريين عندهم حس وذوق فني راقي، فاحنا معتزين بالحكايه دي. فالوالد طبعا التصميمات بتاعته كانت رائعه واتحطت في اكبر الفنادق، فابتدينا بقى ان احنا طب ليه ما نتخصصش في الاضاءه ونبتدي بقى نعمل مصنع مؤهل ان هو يصنع المنتجات دي بكميه وبجوده عاليه وياخد الجوده. عملنا المجمع الصناعي ده. عملنا المجمع بقى الصناعي ده. الاول ابتدينا بمصنع الاول في سنه 86 في 6 اكتوبر، كنا من اول المستثمرين. بعد كده بقى وي اوت جرو المصنع ده، كبرنا عليه، فنقلنا في مصنع أكبر اللي احنا فيه موجودين دلوقتي في المنطقة الصناعية الثالثة. 11,000 متر. 11,000 متر مربع، ولسه فيه اكستنشن إن شاء الله بقى للأجيال بقى إن شاء الله جيلنا واللي جاي بقى إن شاء الله نكبره ونعظم الجيل الثالث حسن وسيف إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك. نميت عندهم حب الصناعة إزاي حسن وسيف أولادك؟ من غير إجبار، هم بيجوا من هم صغيرين، زي أنا وأنا صغيرة جيت من المصنع وأنا صغيرة. أنا يعني في الطبيعي البنات بتبقى اهتماماتها إن هي مثلا ترسم فاشن، أنا كان أهم حاجة وأكتر حاجة يعني بتعجبني إن أنا أنزل المصنع. حضراتكم تخصصتوا إزاي في الإضاءة الخاصة بالفنادق والمنتجعات وغيرها؟ إشمعنى الجزئية تحديدا اللي اشتهرتوا بيها جدا في مصر؟ عشان إحنا جودتنا عالية. أه؟ وبنصنع، يعني أنا من ضمن الناس الأوائل اللي دخلوا تصنيع المنتجات على طبق المواصفات القياسية الأوروبية والعالمية. فبالتالي انت ليه هيشتروا من بره وانت الحاجه بتاعتك موجوده بالجوده العاليه اللي هم عايزينها بنفس المواصفات اللي مطلوبه؟ احنا بقى يعني لو الفندق او المشروع طالب التصميم ده احنا بنصممه له وبنعرض عليه تصميمات مختلفه بالمقاييس او المعايير اللي مطلوبه دي، لان طبعا حضرتك عارف انه مثلا انت لما تحط نجفه في فراغ مش هتملى الفراغ ولا هتخليها صغيره، فلازم في جولدن رولز الموضوع ان انت تملى الفراغ ده، بالاضافه ان انت تعمل الطراز وشده الاضاءه تبقى مناسبه، تبقاش الاضاءه قويه جدا ولا ضعيفه جدا عشان تنور المكان ده. هو الاضاءه فيها موضه طبعا، يعني ليها الوان كل طبعًا سنه بتتغير، ليها شكل بيتغير. فيها موضه. زمان بتلحقوها ازاي بقى؟ طبعا فيها موضه، وفيها دلوقتي تكنولوجي كبير جدا، اللايتنج دلوقتي الاضاءه هي هتبقى مصدر كل حاجه في الكون، لان من غير النور انت ما بتشوفش الالوان. حياتنا ضلمه. حياتنا ضلمه، وانت لو النور مش جيد انت هتشوف الالوان مختلفه. القطاع ده مش سهل، قطاع تصميم وحدات الاضاءه ده مش سهل، والمراقبه من شركات عالميه وهتتعرض منافسه في فنادق عالميه. مظبوط. ازاي بنقدر ننافس؟ هل بالجوده ولا بالسعر ولا بالاتنين مع بعض؟ بنفكر ازاي؟ هقول لك. اولا انت عندك ميزه ان انت موجود هنا في السوق المحلي، فلو ما عرفتش تستخدم الميزه دي يبقى انت محتاج تشتغل على نفسك. اول حاجه الجوده والثقه. انت دلوقتي في الاول ما عندكش اكسبيرينس معاهم، بيجربوا بيشوفك انت هتعمل له ايه. كان في طبعا معوقات وتشالنجز كبيره جدا، ان هو انت اخدك ليه بدل الاجنبي، ما انا عندي الحاجه موجوده تمام، وهو اصلا الاستسهال وما فيش ثقه، فلازم انت تعمل له حاجه في الاول بروتوتايب محترم. ان هو انت عايز ده انا هعمله لك بنفس المواصفات المطلوبه واحسن منها كمان، لان انت بتساعده بعد البيع. فاول حاجه عندك الجوده
تمام، انت لازم تبقى عندك الجودة دي، ودي احنا تغلبنا عليها ان احنا بقينا بنصنع طبقا للمواصفات العالمية. منافس لو نفس الشكل بنفس الجودة لكن هو جودته اقل مني. مركزين في كل التفاصيل. روح دلوقتي القسم بتاع النجار. منافس لو نفس الشكل بنفس الجودة لكن هو جودته أقل مني. مركزين في كل التفاصيل. روح دلوقتي القسم بتاع النجار. خلي بال حضراتكم، كل مكونات وحدات الإضاءة بتتصنع في مجمع مصانع ستايل تيم، سواء حديد أو ستانلس أو نحاس، وكل ده بيخرج من مكتب التصميم الفني لورش سحب السلك والملص والخراطة والمكابس واللحام، حتى الزجاج المنفوخ بأشكال جمالية بيجي أبيض وهم بيلونوه في مصنع الدهانات بالرش، وبعدها يصنعوا الشابوه المناسب لكل وحدة، سواء قماش أو خيوط أو بامبو، والحامل بتاعها بيكون يا رزن يا خشب يا نحاس يا ستانلس. هم بينفذوا طلبات عملائهم حرفياً، بيفصلوها وأحياناً بيطوروها وينفذوا بعد الحصول على موافقة العملاء على التعديلات. احنا كده في منطقة التجميع، هنا أنا شايف أنها مرحلة أخيرة في الصناعة. مظبوط. كل الورش بتصنع تجمع هنا يعمل الشكل النهائي زي اللي احنا شايفينه ده مثلا. بالظبط كده. صح كده؟ بالظبط كده. عدد العاملين هنا بقى قد ايه؟ بيتدربوا ازاي؟ شغلهم ايه؟ في التجميع احنا بنتكلم في المتوسط من 15 ل 20 عامل. طبعا في جزء كبير منهم بيبقوا مدربين، تمام؟ هو بيجي له الحاجه، كل منتج بيجي له في البوكس بتاعه. الدهانات دي كلها عندنا صح؟ طبعا كله موجود في المصنع عندنا. حلو قوي. شغل عالمي يعني. ده الكروم، ده مطلي كروم هنا. مطلي هنا طبعا هنا. ايوه طبعا. بعدين بيجمع المنتج، بيجمع الاول المعدن وبعد كده يجمع الكهرباء، يعمل تيست عليها على الجوده انها تمام، وبعد لما اوكي كل حاجه بقى كده بيروح للتغليف، منطقه التغليف، بيعمل باكجينج مظبوط بحيث ان الحاجه ما تبصش ما تتجرحش. مركزين في كل التفاصيل. بالظبط كده، عشان الحاجه ما تروحش بايظه متكسره متجرحه. فبرضه بعد ما يعمل التغليف برضه بيعمل بيشيك على الجوده بتاعته. طب عايز اسالك سؤال، المكان ده بيطلع كم منتج قلنا في السنه؟ متوسط 24000. بيقفلوا هنا 24000 منتج مظبوط في السنه. طيب عايز اعرف منك حاجه، الناس دي بندربها ازاي؟ لان ده لازم يقرا رسم هندسي في النهايه بيقول له النجفه دي شكلها ايه. بص، كل ورشه كل ورشة بيبقى ليها زي فني متخصص، تمام، هو اللي بيدرب الناس. الورشة دي بيخش له معطيات، بيجي له الرسم الهندسي بتاعه، بيعمل القالب بتاعه بناء عليه، بيطلع كل جزء طبقا للقالب ده، بيعلم الناس اللي معاه اللي تحتيه ان هو يستلم ويسلم بنفس المواصفات بتاعه العينه الاولانيه اللي هو عاملها، وعنده حاجه اوال بيستلم عليها يتاكد ان الجوده تمام. يعني هو بيجي له شكل هندسي بيشتغل عليه. صح، بيجي له شكل هندسي، بس هو طبعا عامل فني محترم يعني. بالظبط كده يعني. فاهم النجفه مكوناتها ايه، وكل حاجه ليها كارت التحليل بتاعها، فيها كل جزء ليه الكود بتاعه موجود على السيستم، موجود الكود بتاعه، الخامه المستخدمه فيها، ان ممكن يبقى كذا جزء معمول من كذا خامه مختلفه. واخدة بالك كل قطعة إضاءة فيها كم قطعة؟ طبعا يعني كل واحدة من كتير قوي. كم قطعة بتتكلم دي ممكن تخش مثلا في 3000 قطعة، لأن من دي ودي ودي والمسامير. حتى المسامير إن احنا في نجفة عندنا عاملين فيها 35 أو 36 ألف قطعة نحاس. بالظبط. صح كده؟ دي اتركبت فين دي؟ دي اتركبت في مطعم أوباي ميشيل في مراسي، في الساحل الشمالي. في الساحل الشمالي. دي رايحة فين دي؟ دي رايحة فندق أدرس بيتش ريزورت في مراسي. برافو عليكي. يعني اعمار بالكامل بتعتمد علينا هنا. صح كده. وفنادق تانية كتير برضه. برافو. طبعا. برافو. حضرتك دلوقتي احنا موجودين دي منطقه الشبوهات، صح كده؟ قسم الشبوهات. انا شايف خامات عديده جدا، خيط، بامبو، حاجات بتاعت القماش، قماش، اكريليك، كل حاجه شغالين عليها هنا. صح كده. وفي كمان بيستخدموا برضو، بيجمعوا في الورشه دي برضو كريستال، لما بيكون عندنا فيه حاجات مطلوبه كريستال. انا عايز اسال سؤال، عندنا الامكانيات دي كلها وعندنا التصنيع بالجوده دي، الحاجات دي لسه بنستوردها من بره ليه طالما عندنا صناعه قويه كده؟
هو في الطبيعي المفروض ان في قرار معمول يعني بحمايه الصناعه دي، تمام، ان هو ما ينفعش يستورد منتج كامل بالكامل الا لما يكون يعني المصنع بتاعه متسجل، لكن احيانا بيحصل بعض المشاكل فبيجي منتجات بتبقاش يعني. طب اللي بيستورد ده بيقدر ينافسك ولا احنا سعرنا كمنتج محلي ارخص منه؟ لا هو مش بينافسني اصلا، لان هو بيعمل منتج واحد بس شكل معين بجوده تعتبر جوده اقتصاديه ايكونوميك يعني، وما بيعرفش يعمل التشكيله المنتجات اللي انا بعملها دي ولا التفصيل زي سعر. حضرتك منافس ليه ولا لا؟ منافس لو نفس الشكل بنفس الجوده، لكن هو جودته اقل مني. هو هنا بيصمم الشابو ده، اه بعد كده دي اللي بتتلف على السلك بينتجه. اه بالظبط كده، بالظبط كده. الناس لو تعرف ان وراها مجهود كده والناس قاعده عماله تلف بالذكاء ده غزل ونسيج، ده شغل غزل ونسيج. ايوه طبعا. اسلم ايدك استكل زي القمر، ايه قاعده طول النهار معانا دي بقى ممكن نعمل سهلة منها الحجم ده، وممكن نعمل منها ممكن الحجم نعمل اللي منها الاوضه دي. اه بالظبط كده طبعا. كل الحاجات دي بتتعمل بالايد زي ما انت شايف كده، فالناس يعني المجهود وكسعر سعر منافس. قولي دي رايحه في ادرس بيتش ريزورت في مراسي. برضو؟ ايوه. شكلك هفرشه الفندق كله. فرشه كل الحمد لله. السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. يلا بينا نتحرك على منطقتي. قول لنا هنروح دلوقتي القسم بتاع النجار. النجار يلا بينا. دلوقتي احنا في ورشه النجاره صح كده، او مصنع النجاره. مصنع النجاره. مصنع النجاره داخل ستايل تيم. اولا يسلم ايديك. الخشب ده ايه بقى؟ الخشب ده بيتش باين. طيب الحاجات دي بتبقى الاوت دور ولا ان دور؟ بتبقى الاوت دور. هي ممكن طبعا تشتغل ان دور، لكن هي احسن اوت دور لانها بتستحمل الحراره والشمس وكده، ما تلفش، بتبقى متماسكه وشكلها زي ما هو يعني في ال هو في الاوت دور. سؤال بس، هو ده عباره عن ايه حضرتك؟ ده فانوس، بيمشي فانوس لطرق او جنينه او بسين. دي وحدات اضاءه كمان الاوت دور بتصمموها هنا. صح كده، بصممها هنا. كتير من المصممين يقول لك لا الخشب بالذات في الاوت دور غلط، شكله بيغير، بيبوظ من الحراره، بيبوظ من الرطوبه. لا هو طالما هو معالج خشب اصلا مخصص لان هو يستخدم خارجيا في المناطق الخارجيه، ميبقاش فيه مشكله. دي الوحده اللي هو بيصممها هناك. بالظبط هي. حاجة زيها يعني، فانوس برضو زيها للحدائق. ده من غير فيش. ده بطارية؟ بالبطارية، بيتشحن، البطارية بتقعد لمدة 12 ساعة. الخشب ده يستحمل معنا كل حاجة، يستحمل مية ورطوبة وشمس وكل حاجة. تقول يتحط على حمام سباحة؟ يتحط على حمام سباحة. ده ايه؟ ده خشب. ده معدن؟ ده خشب؟ خشب مدهون بورق الفضة. ده يدوي؟ يدوي، معمول بالايد. وبيتحط عليه شابو من فوق كبير. شابو من فوق كبير. ده اسمها ايه الوحده دي؟ اسمها بالانجليزي فلور لامب، عشان يعني تحط على الارض، وبالعربي بقى لامبادير ستاند وهكذا. الشغل اللي انا شايفه في المصنع ده بيؤكد ان في نشاط سياحي وفي انشاءات سياحيه وفي غرف بتتوضب وفي استعدادات للسياحه قويه جدا لمصر. مصر صح؟ مصر فيها مؤشرات كويسه طبعا. دلوقتي احنا موجودين في منطقه الرش للريزن صح كده والازاز. وكل يعني في منتجات برضو تانية بنستخدم فيها الرش ده، لان الرش ده بيبقى ورنيش بديله بروتكتيف كوت للمنتجات بتاعتي، تمام، بحيث ان هي. عندنا كام كمان رش وكم فرن هنا في المصنع؟ عندنا 2 وعندنا 3 أو 4 افران، لان عندنا برضو حاجات للصفحه غير اللي غير 24,000 قطعة. بس ده الورشه دي او القسم ده ده للرش السائل. ألف منتج سنويا؟ ألف منتج يعني 1000 موديل. ياه. كشركة مصرية، الشركات المصرية عامة والمصانع الكبيرة لازم تحاول إن هي تهتم بإعداد الجيل التاني. الأم دايما بتبقى عندها إحساس باللي هو أنا ما شفتش ولادي كتير، ما قعدتش معاهم كتير، بس مش ندم. رشا مجدي عبد المنعم وحدات الإضاءة اللي بتصنعها
فريدة من نوعها وجودتها عالية جدا، وإلا ما كانتش اشتغلت مع أكبر المطورين العقاريين في مصر زي هشام طلعت مصطفى، إعمار، أحمد صبور، ماونتن فيو، عمرو سليمان وغيرهم كتير جدا. كمان اشتغلت مع أكبر المطورين السياحيين في مصر زي كامل أبو علي وأيضا حامد الشياتي وغيرهم كتير. إذن منتجاتها بالفعل تستحق الإشادة. خلي بال حضراتكم من الظلم مقارنة منتجاتها بأي منتج مستورد من تركيا والصين، لأن منتجاتها لا تتساوى إلا بمنتجات قادمة من ألمانيا أو فرنسا أو اليابان. خليكم معنا. خلي بال حضراتكم تصنيع وحدات الإضاءة للفنادق والمنتجعات السياحية والسكنية والمطاعم ودور العبادة موضوع مش سهل، دي صناعة معقدة جدا، وكل قطعة في التصميم الخاص بوحدة الإضاءة بتمر بأكتر من مرحلة في ورش سحب السلك والملص والخراطة واللحام والمكابس والنجارة والدهان وتصميم الشابوه والرزن والتجميع والتعبئة والتغليف. وبجد ستايل تيم مش مجرد مصنع، ده مجمع مصانع لتصميم وتصنيع وحدات الإضاءة والصناعات المغذية ليها من الإبرة للصاروخ، وبمكون محلي بيوصل ل 80 و90%. وصلنا لمنطقة عرض بعض منتجاتنا، صح كده؟ مظبوط. احنا 40 سنة في التصنيع. مظبوط. او في صناعة الإضاءة. مظبوط. طيب احنا بنطلع كم منتج في السنة؟ كم جزء؟ بس كل منتج من دول في عدد ضخم جدا من الأجزاء. طبعا. اشرح لنا بقى احنا كل سنة الكولكشن بتاعنا عامل ازاي؟ الكولكشن بتاعتنا اللي بننزلها في السوق المصري في السوق المحلي بتبقى حوالي 1000 منتج. 1000 منتج سنويا؟ 1000 منتج يعني 1000 موديل. ياه. الموديل ده بيبقى ليه أجزاء بيخش في 20,000 جزء مثلاً، كله بقى حسب الكمية بتاعته، لأن إحنا بنعمل الصناعة بتاعتنا بنعمل تقريباً يعني كمنتج أو مكون محلي بنعمل أكتر من 40%. فرشنا فنادق إيه بقى؟ حكي لنا كده. فرشنا فرشنا فنادق مصر كلها. يعني أنا هقولك على السلاسل. كل واحده من دول كل يعني مثلا هقول لك مثلا سانت ريجيس فور سيزونز كله كل الفور سيزونز سوفيتال موفنبيك وولدروف كونراد جي دبليو ماريوت كامبينسكي. الثقه دي راجعه ليه بقى؟ راجعه ان احنا متفردين ومنتجنا منتج محترم مصري محترم ديورابل في كل الاشتراطات العالميه. المصنع بتاعنا مصنع حقيقي في عمالة مدربة بقالها سنين، عندنا قدرة عالية جدا في التصميم وخبرة ان انت لو عندك مشكلة تقدر تحلها لانك قوي في الصناعة. فبالتالي الناس بقت خلاص هي بتدينا ترشيحات ان احنا نبتدي لو هتشتغلوا وتعملوا فندق في مصر يبقى تروحوا لستايل. انتوا مشهورين قوي في النجف الضخم جدا. بالظبط كده. النجف المساجد، القاعات الكبيرة، الخبرة دي جبتوها منين؟ بس الحاجات دي قوية جدا في الصناعة وبتعملوها أكنها جاية من إيطاليا قولا واحدا. مظبوط. وصلنا الخبرة دي إزاي؟ الخبرة دي يعني خبرة مكتسبة. الوالد طبعا أستاذ تصميم صناعي في ربنا يخليك، فهو أصلا يعني عنده والحس الفني كمان عنده، فهو يعني هو فنان، فدي مش حاجة سهلة يعني. هو العامل فنان، العامل بتاعنا مدرب على ده. بالظبط كده. وابتدينا بقى ان احنا يبقى عندنا مصممين ابتدوا يشتغلوا، وبرضو انا طبعا بساهم في الموضوع ده جدا. كمل بقى على الخبرات، وده اهم حاجه انه الناس تبقى فاهمه انه كشركه مصريه الشركات المصريه عامه والمصانع الكبيره لازم تحاول ان هي تهتم باعداد الجيل التاني. احنا بالليل اهو ولسه قدامي كمان وتيلي ساعه وساعة ونص على ما راجع التصميمات اللي عندي. مزبوط. صح ولا لا؟ أيه. بتلاقي وقت امتى الحسن وسيف والبيت ازاي؟ والله في الاول وهم صغيرين طبعا لازم يبقوا مشغولين بحاجه، كانوا بيروحوا الحضانه وهم صغيرين قوي، بعد كده في المدرسه رياضه وطبعا الام بتساعد والكلام ده كله. بعدين لما كبروا بقى كل واحد برده ليه حاجه بيعمل، بنيجي بقى بالليل نقعد مع بعض نحكي كل واحد عمل ايه، قصص
انا عملت كذا وكان بتسمعي كويس جدا ليه؟ بسمع وبقول كمان يعني ما انت لازم تحكي لهم عشان هم يحكوا وانتوا عملتوا ايه فلان عمل ايه ونقعد نهزر بتبقى الموضوع لطيف يعني. حفلات في المدرسه بطولات عايزين كله بنروح لازم تروح طبعا هو انا اولادي بيلعبوا رياضه قفز فروسيه كل بطوله لازم ابقى موجود يعني انا وباباه طبعا حتى لو مشغوله يعني لو عندي مثلا ميعاد او كده بخلصه واجي بسرعه اروح له ووالدهم متفهم طبعا ما ده احتياج الشغل ليا متفهم جدا داعم جدا ليا يعني انا مثلا في اوقات غير الشغل مواعيد مثلا مسافر بره كتير ممكن اقعد اسبوعين ثلاثه بره فلا متفهم وهم كمان متفهمين وده اللي بيخلي الواحد يحس انه يعني الجيل الجديد او اولاده هيكملوا من بعده حتى ما يبقوا هم متفهمين الوضع يبقوا حاسين بقد ايه المسؤوليه احساس بالمسؤوليه ان انا ما ينفعش ما اروحش الشغل انه في ناس مستنيني ولازم ابقى موجوده واتابع الموضوع بنفسي فيحسوا بالاحساس بالمسؤوليه مش ان هو خلاص انا ما يعني مش محتاجه اروح في لحظه من اللحظات حسيت ان انا كنت المفروض ابقى جنب الولاد اكتر من كده طبعا وهم صغيرين الام دايما بتبقى عندها احساس باللي هو انا ما شفتش ولادي كتير ما قعدتش معاهم كتير بس مش ندم الولاد تربيتهم صعبه صح لا تربيتهم لذيذه سهله بالنسبه لك كانت سهله قوي هم هادين ولا لا بس هو انت لازم تبقى صاحبهم مصاحبهم مصاحب جدا يعني بيقولوا يا رشا مبدئيا احنا فخورين جدا بحضرتك وعايز اعرف سعيده جدا مين اكتر حد اثر في حياه رشا مجدي طبعا والدي ووالدتي والدك طبعا كان دايما بيقول لك الدكتور مجدي كان دايما بيقول لي انه الواحد لما يكون يعني انه الحياه يعني لو هو حاسس ان هو معاه فلوس او ان هو مثلا عنده شغل او كده بيقول لي دي فقاعه لو ما خليتيش بالك منها هتفرقع خلاص صحيح فهي لازم تشتغلي وتشتغلي بقوه وتدرسي كويس وتبقي ايدك بايد الناس تمام وده اللي يخليكي تبقي ناجحه والوالده طبعا يعني اهم حاجه كانت بتقولها لي ان هو لازم اخلي بالي من اولادي ويعني ابقى قريبه منهم ودي برضو حاجه مهمه يعني في التربيه نصيحتي دايما الواقعيه الخطه اللي هي عاملاها لشخصيتها وخطتها ازاي تنفذها عشان تحصل على الكواليتي اللي هو المطلوب والاهداف بتاعتها عمرك فكرت تعمل مشروع بخلاف المصنع ولا انت طول عمرك أنا هكمل رسالة جدي ورسالة والدتي نصيحتي دايما الواقعية الخطة اللي هي عاملاها لشخصيتها وخطتها إزاي تنفذها عشان تحصل على الكواليتي اللي هو المطلوب والأهداف بتاعتها عمرك فكرت تعمل مشروع بخلاف المصنع ولا أنت طول عمرك أنا هكمل رسالة جدي ورسالة والدتي تعالوا بقى نقابل الدكتور مجدي عبد المنعم إبراهيم رئيس شركة ستايل تيم للإضاءة واللي خبراته في الصناعة تتجاوز 61 سنة ونجح في تأهيل مئات العاملين للإبداع في تصنيع وحدات الإضاءة وهيكلمنا عن نجلته رشا وإيه هي دايماً نصايحه ليها رشا بنتي أنا كنت بفكر إزاي إن أنا يعني أعلمها بس بحيث تبقى مفيش إلزام يعني تبقى الأمور ماشية طبيعية وبحيث إن هي طبعاً الإنسان بيبقى لما بيبقى حر بيبقى تفكيره وأشوف اتجاهاته إيه وأنمي الاتجاه اللي هو موجود فيها فأنا فوجئت في مرة جايبة لي رسومات وعايزة ترسمها والحاجات دي كلها فقعدت معاها علشان أعلمها كده وأقول لها ترسم كده هي بتقولي لا أنا عايزة مش عارف إيه كده لقيت أفكار معينة قلت لها طب اعملي اللي أنت راحت عملت حاجات معينة قلت لها والله كويسة قوي وبتاع وابتديت بقى تبقى مهتمة شوية بالرسومات والحاجات دي كلها دي في الفترة الأولانية وبعد كده بقى في الفترة الجامعية دخلت الجامعة ولقيتها بتتخصص في البيزنس بقى علوم البيزنس والحاجات دي كلها ودي كمان علوم مهمة قوي في الفترة دي بقى كانت بتطلع معايا المعارض
دولية، فشافت العرض وشافت المنتجات اللي هي معروضة والحاجات دي كلها، فبدأت تسأل بقى وتتقصف الحاجات دي كلها وبدأت تهتم. وبعد كده ابتدت تيجي معايا في المصنع وتشوف البروسيس العمليات كلها اللي هي بتتم والحاجات دي كلها. وبالتدريج كده فوجئت لقيتها بقى يعني مندمجة في الدور وبتشتغل. وبعد ما اتخرجت ابتدت يبقى ليها مكان وابتدت تنمي قسم التسويق والدعاية والحاجات دي كلها. ما شاء الله دلوقتي انا بقى خدت خطوتين ورا وسبت لها بقى المجال ان هي تبتدي تبقى مسؤولية كاملة عن كل حاجة، وانا عبارة عن مستشار دلوقتي ليها. ووجه نصيحتي دايما الواقعية، انها تكون انسانة واقعية، وبعدين ازاي تعرف تتعامل مع الناس بكافة انواعها، وازاي ان هي يعني تقدر كمان الخطة اللي هي عاملاها لشخصيتها وخطتها ازاي تنفذها عشان تحصل على الكواليتي اللي هو المطلوب والاهداف بتاعتها. بذلك تحس المصنع هنا فعلا كانها عيله، يعني ما احنا فعلا عندنا ناس اللي بقاله 30 سنه واللي بقاله 35 سنه، ودي حاجه مش سهله انك انت تبقى الكوادر بتاعتك محافظ عليها وبتنميها معاك، وبيبقى في محبه وفي علاقات جيده بينهم. حسن وسيف ظروفهم برضو مختلفين عن رشوة. تحس اولا الشباب بيروح جيم وبيلعب جيم وبيلعب رياضة، فأنا ابتديت أخش معاهم في الجيم وأبقى مبسوط قوي، وبعدين أقول لهم جسمكم لطيف ومش عارف إيه والشياكة دي والحاجات دي كلها، فبقوا كلوز جنبي. وبعدين باجي في وقت من الأوقات أتكلم معاهم وأقول لهم يعني مثلا عن التقنية المعاصرة، أو إيه هي المعلوماتية وإيه عصر المعلوماتية وإيه التكنولوجيا دي وإيه الفرق ما بين النوليدج وما بين الانفورميشن والحاجات دي كلها، فبدأوا يتنمي. وبعدين أرجع أقول لهم طب ما تشوفوا في النت كده الحاجات دي إيه والبتاع، فطبعا بدأوا يهتموا بالأمور دي. وفوجئت بقيت لقيت واحد منهم بيجي يقول لي راكن أنا عامل تصميم تيشيرت ومش عارف إيه جميلة وفرجني وبتاع. قلت له حاجة ظريفة، ابتدي بقى أشوف أعمل جروب معاك تغلطة. فطبعا مهم جدا ان الاحفاد بطريقه كويسه او من بعيد كده تتلمس اتجاهاتهم وتنميها، لكن ما تفرضش عليهم. خلي بال حضراتكم، رشا مجدي عبد المنعم ربنا رزقها بولدين، حسن وسيف محمد عبد الشافي، والاثنين ما شاء الله ابطال فروسيه. تعالوا نقابل ابنها حسن محمد عبد الشافي وهو بيدرس إدارة الأعمال في جامعة إسلاسكا ومغرم بصناعة وحدات الإدارة. حسن عبد الشافي، حضرتك بتمثل هنا الجيل الثالث في مصنع ستايل تيم. وجودك هنا كان مفاجأة ليا. أنت حضرتك لسه بتدرس ماركتنج صح كده في جامعة إسلاسكا إدارة أعمال؟ مظبوط. وجودك هنا في مصنع معناه أن أنا الجيل الثالث اللي هكمل. بتنزل المصنع هنا من كام سنة؟ لا من زمان قوي، من وانا مثلا عندي 4-5 سنين يعني باجي هنا. متواجد في الورش مع العمال، بتيجي تزور وتشوف الاضاءات، بتسافر تشوف العالم بيفكر ازاي في تصنيع الاضاءة؟ سافرت طبعا، رحت معرض في فرانكفورت قبل كده، شفت بقى الدنيا هناك ماشية ازاي، الحاجات اللي ليها علاقة باللايتنج، الدنيا رايحة لإيه، الحاجات اللي هي داخلة بقى في السمارت، كل ده شفته هناك. والدتك السيدة رشا أكيد المصنع واخد كتير جدا من وقتها، هل ده مأثر علينا في البيت؟ هل حاسين ان انشغالها بالمصنع اثر على حياتنا، ولا قدرت فعلا انها تعمل توازن ما بين مصلحه اولادها ومصلحه المصنع بتاعها؟ لا بصراحه قادره تعمل التوازن ده، يعني حتى لما بيكون عندنا بطولات بتحضر بطولات، ساعات كانت بتيجي معانا التمرين كمان. ف انت فارس مش كده؟ مظبوط. بتحضر معاك البطولات بالكامل؟ لا بتيجي كل البطولات، مفيش حاجه اسمها بطوله اصل انا مشغوله في المصنع. لا لازم تبقى موجوده معاك دايما موجوده. عمرك فكرت تعمل مشروع بخلاف المصنع، ولا انت طول عمرك انا هكمل رساله جدي ورساله والدتي؟ لا بصراحه انا يعني انا هنا من وانا صغير قوي، فاللي هو انا مركز في الحته دي وعايز اكمل الموضوع هنا. يعني عندنا النهارده 5 فروع بتبيع منتجات ستايل تيم، هل بتفكر ان انت تزود العدد ده؟ يعني يبقى عندنا 10-15 فرع موجودين على مستوى الجمهوريه عشان نلبي احتياجات المستهلك النهائي. طبعا في خطه ان احنا نتوسع، بس ده يحتاج طبعا ان احنا نزود خطوط الانتاج، نزود العماله. في خطه ان شاء الله. هل ممكن تبقى علامه تجاريه ناس تفوز بفروع ستايل تيم بشكل معين بديكورات معينه وتعرض منتجاتكم؟ طبعا ممكن. خلي بال حضرتك انت الاجود والارخص في السوق المحلي. بالظبط. فاهم ازاي؟ وافكار عندك لا تنتهي، انت بتطلع 24,000 منتج في السنه. بالظبط. عندك كميات مهوله من المنتجات.
بالظبط. فهو لا هو فعلا الموضوع ان احنا ارخص بكتير من الحاجات المستورده، ده بيتهيألي ده اللي جاي كمان، عشان موضوع الاستيراد بقى صعب دلوقتي الفتره دي، فبالتالي الحاجات المحليه يعني هتبقى افضل، يعني حل افضل للناس يعني. مصنع ستايل تيم للاضاءه، فخر للصناعه الوطنيه في قطاع تصنيع وحدات الاضاءه الفاخره، ورشا مجدي عبد المنعم نجحت في الوصول بمنتجاته لجميع المشروعات العقاريه والسياحيه الكبرى في مصر، واللي كانت بتستورد احتياجاتها من الخارج، وجاهزه لاضخم المشروعات السياحيه والسكنيه والتجاريه في الوطن العربي، وبتحارب على العالميه في معارض فرانكفورت وهانوفر وهونغ كونغ المتخصصه في الاضاءه. ده حقهم لانهم بيفصلوا لكل منشاه احتياجاتها، وبجد التصميمات مبهره والخامات جودتها عالية والأسعار منافسة جداً للمستورد، وقطع الغيار متوفرة والصيانة 24 ساعة، يعني مفيش أفضل من كده. من دبي للرياض للكويت للجزائر للمغرب، رشا مجدي عبد المنعم بتلف عشان تسوق منتجاتها في جميع الأسواق العربية. رشا مجدي بتصنع منتجاتها بأعلى معايير الأمان والجودة، دي منتجات كهربائية، يعني الأمان هو العامل الأول، وده كمان سر ثقة كبار المطورين العقاريين والسياحيين في مصنع ستايل تيم. نشوفكم بكرة.